السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير حبايبي اخواتي، اغلى حاجه في حياتي. اهلا بيكم في قناتي، قناه يوميات نونا بنت سعيد. يلا بينا بقى نشوف يومنا على السطح بتاعنا عامل ازاي ونشوف طيورنا. انا دلوقتي المفروض ان انا حطيت لهم ميه واكل، وهم ما شاء الله اكلوا وشربوا. دلوقتي بقى تعالوا بقى نصبح عليهم مع بعضينا ونقول لهم بقى احلى واجمل صباح على احلى طيور في الدنيا كلها، واحلى واجمل صباح على احلى اخوات برضو في الدنيا كلها. لايك وشير كتير للفيديو، لاول مره طبعا يشوفني يسعدني ويشرفني ان انتوا تنضموا لعائلتنا الجميله على اليوتيوب. انا بحاول بقدر الامكان يا بنات اني انا طبعا اخلي الطيور محبوسه اليوم كله ليه يا حنان؟ علشان طبعا الزرع اللي بره، تمام، عشان احافظ على الزرع اللي انا زرعته. هنا بقى عندي زي ما انتم شايفين البط والفراخ البلدي الهجين. ان شاء الله باذن الله بقى زي ما قلت لكم قبل كده، الفراخ دي ما شاء الله حلوه جدا جدا الصراحه، تنفع حشو. وما شاء الله برضو البرابر ان شاء الله باذن الله كلها كده 60 يوم بالظبط وهتبدا ان شاء الله تبشر معايا باحلى انتاج بيض، تمام. كتر الديوك يا جماعه في المكان بصراحة بيعمل دوشة وبيضربوا بعض زي ما انتوا شايفين، فان شاء الله بإذن الله هنخف خالص الديوك في المكان. تقريبا كده انا عندي يعني اكتر من 15 ديك بصراحة، متهيألي كده. تعالوا نعدهم مع بعضينا، 2 2 4 6 8 10 12 14. ايوه هم من اكتر من 15 دي. ليه بقى؟ علشان انا عندي تقريبا يعني حاجه و20 فرخه، تمام، فهم من 5 بس اللي برابر والباقي كله ديوك، تمام. طيب لايك وشير بقى، واللي مره اللي اول مره زي ما قلت لكم يشوفني يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله باذن الله يوصلكم اشعار بيه. غيرت المكان جوه وغيرت الصراحه شكل المكان، يعني ليه هقول لكم ان شاء الله باذن الله لما اوريه لكم ليه. بس قبل ما اقول لكم طبعا واوريه لكم ليه، في كده حاجه الصراحه حصلت امبارح عندي وانا ماشيه في الشارع، قابلت واحده يعني هي قريبتي، فبحكي لها يعني على اليوتيوب ومش عارف ايه، وبتقولي طب انت بتعملي ايه على اليوتيوب؟ يعني انا شفت ليكي فيديوهات والصراحه عجبني القائك وعجبني كلامك وعجبني الصراحه الحاجات اللي انت بتعمليها. قلت لها شفتي ايه؟ قالت لي انا شفت قناه الطيور. هي طبعا شافت القناه دي، فاجئتني طبعا امبارح بصراحه مفاجاه كده زعلتني. ليه بقى؟ تعالوا اقول لكم ليه. الحمد لله الحمد لله طبعا بعد فضل ربنا وفضلكم انتوا، انا دلوقتي المشاهدات عندي على القناه بتاعه الطيور دي 1.5 مليون مشاهد في خلال 12 شهر بس. اللهم صل على النبي، الله اكبر. بصراحه ده انجاز كبير، وزي ما قلت لكم الفضل بعد ربنا ليكم، تمام. طيب بس انا زعلانه ليه بقى؟ لان 1.5 مليون مشاهده على تقريبا 5000 مشترك وشويه قليل جدا، تمام. يعني المفروض ان 1.5 مليون مشاهده دول على الاقل يبقى عندي 100,000 مشترك على الاقل، يعني دي حاجه. والحاجه الثانيه بقى هي لفتت نظري لحاجة حلوة جدا جدا جدا، برغم برضو اني انا عندي 1.5 مليون مشاهدة، لكن الصراحة الارباح قليلة جدا 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 فوق ما انتوا تتخيلوا. يعني ما تجيبش الصراحة 1.5 مليون مشاهدة دول مفروض ان هم ارباحهم كتير جدا، لكن بصراحة انا عرفت طبعا ليه الارباح قليلة، لان هي زي ما قلت لكم لفتت نظري لحاجة بتقولي انا يا حنان لما اختها يعني وريتها القناه بتاعت الطيور بتاعتي، فبتقول لي انا بصراحه يعني لما جات الاعلانات فقلت ليها لا اطلعي من دول، انا عايزه اشوف حنان. انا اسمي ايمان على فكره في البلد. هي بتقول لها لا انت اطلعي من الاعلانات، انا عايزه اشوف ايمان. يا جماعه الخير يا حبايبي ربنا يخليكم ليا وتفضلوا دايما بتحبوني. بس عايزه اقول لكم على حاجه بقى، الحب ده كده انتوا بتضروني ما بتحبونيش فعلا. ليه بقى؟ لاني انا ما بكسبش حاجه من المشاهدات بجد والله، انا مكسبي كله على ارباح الاعلانات. يعني اللي بيحبني بجد ما يتخطاش الاعلانات، تسمعوا يا جماعه الاعلانات لحد الاخر. هي عايزه اقول لكم بقى يعني في القعده كده، فبتقولي طب والله العظيم انا ما كنت اعرف كده. قلت لها ما انا عارفه ان انت ما تعرفيش كده، انت لو تعرفي كده اكيد طبعا كنت هتسمعي الاعلانات.
قالت لي اه والله بجد. قالت لي طب هقول لك على حاجه، قالت لي انت قولي في الفيديوهات بتاعتك يا جماعه ما تتخطوش الاعلانات. قلت لها والله بجد لفتي نظري فعلا، وهقول في الفيديوهات ان شاء الله باذن الله بدايه من بكره هبدا ان انا اقول في الفيديوهات يا جماعه ما تتخطوليش الاعلانات. يا جماعه لو سمحتوا اسمعوا الاعلانات لحد الاخر، علشان هي الاعلانات اللي انا باخد عليها ارباح من اليوتيوب، تمام؟ طيب وايه كمان يا حنان ممكن تاخدي منه ارباح تاني من اليوتيوب؟ ويعلي يا جماعه معايا ريتش القناه وفعلا يخليني اقفل المية دولار وابدا اقبض كل شهر، تمام؟ طيب سوبر سانكس، اتمنى طبعا ان انتوا تدعموني بسوبر سانكس او تشكرات في علامه كده تحت الفيديو، علامه قلب، انتوا طبعا لو دوستي عليها هتدعموني دعم مادي. انا طبعا مش بقول للناس كلها تعمل كده، لا، الناس المقتدره هي اللي تعمل كده، تمام؟ انما الناس اللي مش مقتدره ان هي تدعمني دعم مادي برضو ممكن تدعموني بالحب، باللايك، بالكومنت، بطبعا تشير الفيديو. ده كله على فكره دعم، وده كله ما شاء الله بيفيد القناه وكمان بيعلي ريتش القناه. انا النهارده والله العظيم بجد يعني ما عنديش اي وصفه اعملها، بس حبيت ان انا انوه كده واقول ليكم على الكلام ده، لاني ممكن فعلا يكون الناس اللي بتحبني بتشاهد لي الفيديوهات وهي فاكره كده ان هي فعلا بتحبني وبتفيدني وهي مش فاهمه الموضوع. فحبيت والله افهمكم علشان ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه بقى لما تكونوا عايزين تسمعوا لي فيديو تحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تفيدوني ماديا. انا عارفه طبعا ان الحمد لله هي بتقول لي انا والله فعلا عاجبني صوتك وعاجبني القائك، الحمد لله. حب الناس ده نعمه، نعمه كبيره انا دايما بحمد ربنا عليها، تمام؟ ان تلاقي الناس كلها بتحبك، وحب الناس من ورا شاشه كمان افضل نعمه في حياتي، يعني الناس سامعه صوتي فحبتني من صوتي، تمام؟ في ناس كتير ما تعرفنيش، بس طبعا هي اللي بكلمكم عليها دي عارفاني لاني زي ما قلت لكم جربتي، تمام؟ فان شاء الله باذن الله بقى دعمكم بالتشكرات او بسوبر سانكس، ودعمكم طبعا بانتسابكم للقناه وباللايك والشير والاشتراك طبعا للقناه، وكمان كومنت بدعوه حلوه، ده كله يا جماعه والله بيرفع الفيديوهات معايا وبيرفع ريتش القناه. طب ايه يا حنان بتاخدي انت لما ريتش القناه يعلى؟ انا طبعا باخد لما ريتش القناه يعلى بتوصل لاكبر عدد من الناس، يعني انت ممكن اللايك بتاعك يوصل الفيديو بتاعي لخمسين واحد غيرك، تمام؟ الخمسين دول يا حنان هيتفرجوا كلهم؟ مش ممكن هيتفرجوا كلهم طبعا، بس ممكن يتفرجوا عشرة، والعشرة لو عملوا لايكات هيوصلوا لخمسين تاني، فأنا لما من كل خمسين هاخد عشرة حلو جدا جدا جدا، أنا راضية. وإن شاء الله بإذن الله مع الاستمرار بريتش عالي فهتلاقي إن شاء الله بإذن الله القنوات ريتشها فضل عالي كده ومستمر دايما الحمد لله. عايزه اقول لكم والله فعلا انا الفتره اللي فاتت دي الحمد لله بدا ريتش القنوات فعلا يعلى معايا والارباح بدات تزيد، بس مش الزياده اللي هي، ومش علو الريتش برضو، مش يعني الصراحه الارتفاع اللي هو، لا انا عايزه حاجه كده اعلى من كده، وعايزه ان شاء الله تكون برضو الارباح برضو اعلى من كده. وفهمتكم ويا رب ان شاء الله باذن الله تكونوا فهمتوا يعني انا اقصد ايه. واللي يقدر طبعا يدعمني زي ما قلت لكم بالتشكرات اكون ممنونه جدا ليه، واللي يقدر يدعمني طبعا باللايك والاشتراك وكمان الشير والكومنت الجميل اللي زيكم برضو اكون ممنونه جدا ليكم، وبرضو اللي يقدر ينتسب في القناه، وطبعا الانتساب ده زي ما قلت لكم بيكون بمبلغ مادي زي ما انت عايزه، تمام؟ معاكي تقريبا من 5 دولار او 10 دولار لحد ما انت تحبي طبعا. تعالوا بقى نسيب البط ونسيب الفراخ البلدي الهجين بعد ما اكلوا طبعا وشربوا كده، ونشوف العسلات بتوعنا دول الجميلين اللذيذين الحلوين، الكتاكيت البلدي المشعر العسل دول. عايزه اقول لكم بقى ان انا سبتهم مع الحمام كده لاني بصراحه يعني انا شايفه ان انا كنت تعبه نفسي يعني بالفصل اللي انا كنت عاملاه ما بينهم، لاني طبعا الحمام بيدخل عند الفراخ والفراخ بتطلع عند الحمام، فقلت ليهم لا انا ثبتت كده السبات هنا زي ما قلت طبعا لكم قبل كده. انا السبات دي ان شاء الله باذن الله في الشتاء هحتاجها. ليه بقى؟ لاني زي ما انتوا عارفين زي ما انتوا شفتوا كده المكان هم يدوب اوضتين بس، فان شاء الله باذن الله يعني هيكون اكيد معايا الطيور عايزه مثلا الفصل بالليل، فان شاء الله باذن الله هبدا ان انا افصل في السبات دي، تمام؟ اهو
دول بقى الحلوين الجميلين ما شاء الله، عدوا عمر الاسبوع، بدأوا ما شاء الله في تغيير الريش كده زي ما انتم شايفين. بدأ طبعا الريش على الجناحين، وكمان بدأ الريش على المؤخرة بتاعتهم او على الديل، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شكل الكتكوت برضو على فكرة اتغير، هما 22 كتكوت. ازاي بقى 22 كتكوت؟ دول 22 كتكوت من 30، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، ايوه 22. لا في حاجة هنا، بصوا هما تقريبا هو مات منهم بس مش مات العدد ده كله، مش مات 8، فاهمين؟ مش ماتوا 8 كتاكيت. في كتكوت هناك، بقول لكم انا مش ماتوا 8 كتاكيت اهم، شايفين اهم اهم، انا عارفة والله اهم الاربع كتاكيت، خمسة كمان، ايوه خمس كتاكيت، ما تدخلوش هناك، خمس كتاكيت اصلا عارفة العدد، خمسة واثنين يبقوا سبعة، دول كده 27 كتكوت، لان هم زي ما قلت ليكم هم اللي ماتوا تقريبا 2 أو 3 من 30، مش اكتر من كده. اتخضيت الصراحة وقلت فين باقي الكتاكيت، بس مش مشكلة، هم طبعا الصراحة شقايا جدا 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 يعني. فدلوقتي بقى حسيبكم، واتمنى طبعا تعملوا الحاجات اللي انا قلت ليكم عليها في الفيديو، اللي هي طبعا سوبر سانكس او تشكرات الدعم، سوبر سانكس والتشكرات، وكمان الدعم بالانتساب للقناة، ودعمكم طبعا المعنوي اللي هو طبعا بيحفزني باللايك والاشتراك للقناة، وشيروا لي الفيديو لمعارفكم واصحابكم، ودعوة حلوة في الكومنتات بصلاح الحال وراحة البال، وان شاء الله بإذن الله ليكم مثلها. مع السلامة يا اخواتي، كنت معاكم حنان سيد من يوميات نونا بنت الصعيد، مع السلامة، باي باي.